انبي ادى محمد حمدي للزمالك اعاره عشان يسوق يسوق الزمالك تسوق محمد ايوه دي حمدي، حقيقة. الاستاذ ليه ايمن شيء انبي معانا هنا يروح لاي ده نادي تاني كبير يوم تاني بعيد قلناها عن هنا. الزمالك، يروح لاوروبا. وضيف على كده المتحدث الرسمي نادي الزمالك قال نفس الكلام، استاذ احمد سالم قال نفس قال الكلام، ايه؟ قال لك احنا جايبين محمد حمدي عندنا نسوقه. لا ده قال اكتر من كده، تصريح غريب جدا مش عارف قال يعني لك تصريح انت بتهزر يا محمود؟ لا قالك اكتر من بتهزر كده، ليه؟ انا بقول لك قال لك اصل ان الاستاذ ايمن الشريعي عنده مشروع لتسويق لعيبه نادي الزمالك، اللي لعيبه نادي انبي في نادي الزمالك، يعني الزمالك تحول الى فترين عرض. مين اللي قال كده؟ استاذ احمد سالم ما متحدث تهربوش. انا بقول لك اللي قالوا نص، المتحدث قال الرسمي لك باسم نادي محمد الزمالك حمدي بيقول احنا كده. محمد حمدي عندنا بنسوق اوروبيه، دي كارثه يعني كارثه. الزمالك ده اصلا مش عارف قيمه الزمالك ده، لا ده تهريج الزمالك تاني يا ده جماعه، تهريج. هو نادي الزمالك يا فاتحها جماعه ان هو يجيب تاني لعيبه يسوقهم يا تاني، جدعان. هذا الكلام معناه ان الزمالك اصبح فترينه عرض. يعني ايوه يعني هيلعب في كل الزمالك الاحوال اصبح فترينه مخبر عرض. ليه؟ العقد اللي اتعمل زي ما قلنا الاسبوع اللي فات عقد خيالي، يعني انبي مستفيد والواد نايم في البيت، انبي هيستفيد وهيستفيد، الزمالك مش هيستفيد منه حاجه. البند بقى المسيء ان الزمالك مجبر الواد يلعب ليه؟ فيه 40 في الواد لازم يلعب 40% من ماتشات الزمالك فتره السنه دي، لو ما لعبش النسبه دي الزمالك يدفع 5 مليون جنيه للانبي. يدفع 5 مليون جنيه يعني ياخده ويدفع 5 يعني مليون. لو الزمالك مثلا عنده باك ليفت تاني متالق مثلا طبعا. متالق مثلا بيحط الاوفرات جوان ما يلعبش محمد حمدي لو لا ما لعبش؟ لا لا لو في لعيب تالق لا ما يلعبش، يا اما بعد كده بقى خلاص تقعده على الدكه وتدفع 5 مليون جنيه غرام وكده كده هو ماشي. فقصه غريبه جدا. العقد ده لازم يروح الفيفا زي زياد كمال يا استاذ محمود، زي زياد كمال زي ما قلت لك امبارح اللي بيعمل العقود في ان بي، الراجل ده شاطر يعني. جدا انا مش بيضحك عليهم، هم يستاهلوا اكتر من كده. عادي زياد كمال ده اسهل بكتير من عادي محمد حمدي بيعمل. ما هو واضح اهو، عندك تفسير غير كده؟ هو ممكن اطلع. طب عادي زياد كمال ايه؟ عادي زياد كمال ما تضحكش عليهم شويه في الوقت، فمحتاج محمد حمدي. زياد كمال افاد، زياد كمال افاد الزمالك بحاجه؟ لا. لعب حاجه؟ لا. قليل قوي يعني. عقد سنه اعاره موسم ونص ب 30 مليون خمسه، يعني خمسه و15 ايا كان الرقم، و100 الف دولار للزمالك خد الكونفدراليه الزمالك ما دفعهمش. نفس الفكره في عقد محمد حمدي بقى في نسبه مشاركه، وفي لو خد الدوري. هو مش حكايه يا محمود، مع احترامي الاسند ايام بايمن الشريعي شاطر، هو مع احترامي لمين اللي بينضحك عليه في الزمالك وبيعمل عقود دي؟ بس اشتغل منه برضه مرات. لا لا لا، هو انت لو جيت مثلا قلم ده مثلا، اقول لك القلم ده بمليون جنيه، وانت قابلت مين الشاطر فينا؟ انت عارف انا تفسيري ايه؟ تفسيري لحاجه واحده للقصه دي مش شطاره. انا من ان الظروف الماليه بجد. لا بجد والله يا اسطى، مع احترامي مش يعني مش شطاره يعني، مع احترامي انت مثلا راح تبيع لعيب. سيبه ترجم، بجد والله. انت عايز تقول، انت عايز تقول ان هي مش شطاره على قد ان هي سذاجه يعني؟ طبعا يعني. ما انا قلت لك الزمالك بيضحك عليه. دي مش اول مره الزمالك يعملها يعني، مع احترامي يعني. المفروض اللي مسؤول عن العقود في نادي الزمالك في الحاجات دي، اصل زي ما محمود قبل كده زياد كمال اللي بيتعامل مع ان في الزمالك اتنين بس، كابتن حسين السيد وكابتن حسين لبيب. كابتن احمد سامي ما بيتعاملش معايا. انا لا اللي بيعمل، ما خلي بالك مع حسين، مع احترامي ليه. في الزمالك كمراد فئات يعني، ايوه احزاب كل واحد عنده واخد جزء يعني، احزاب كل واحد معاه وكيل بيجيب، وده معاه وكيل بيجيب. هو مفيش مدير اداره تعاقدات لا خالص، اذا اذا خالص. اولا يعني انت دلوقتي شغال تسريبات في الزمالك، فناس تطلع تقول لك احنا هنجيب مدير تعاقدات علشان يبعد حسين السيد واحمد سليمان، ده من جوه المجلس. ثم فجاه هنجيب مدير رياضي اجنبي. ده اخر كلام ده تسريبه. ده اكيد جاي، ده مش هيحصل جاي خلاص، وهنجيب ده مش هيحصل. ماشي ماشي.